نعم، ما زلنا نسمع أصوات الغارات الإسرائيلية الكثيفة من خلفنا أيضا في شمال قطاع غزة، ولكن أيضا في أماكن تبعد قليلا عن هنا. يبدو بأن هذه الغارات تستهدف مجمل مناطق قطاع غزة. ما نسمعه من هنا هو الغارات التي تستهدف بيت حانون وأيضا بيت لاهيا. يمكنكم رؤية الأعمدة الدخانية الآن في بيت حانون وأيضا في شرق بيت لاهيا، وهي أكثر المناطق التي نراها الآن عبر الكاميرا. أيضا قبل قليل شاهدنا استخدام القنابل الدخانية أيضا على المنطقة الشرقية من بيت حانون. يبدو بأن هنالك أحيانا حاجة لتغطية الرؤية، ربما من أجل تخليص جنود أو إخراجهم من كمين، أو يعني تغطية المنطقة من أجل أهداف عملياتية مختلفة. وبالمناسبة أيضا يعني قبل ساعة كانت قد وصلتنا بعض الصور لمروحة عسكرية هبطت في مستشفى سوروكا. بالطبع هي تحمل بعض الجنود المصابين من داخل قطاع غزة للعلاج في مستشفى سوروكا المتواجدة في بئر السبع، وهي المستشفى الأكبر والأقرب أيضا إلى قطاع غزة. هذا يدل على استمرار المعارك الضارية والاشتباكات المتواجدة في كل أنحاء قطاع غزة. حين نتحدث عن كل أنحاء قطاع غزة، هذا يعني بأن إسرائيل لم تسيطر 100% ولا على أي منطقة في قطاع غزة. حين قالت بأنها سيطرت على بيت حانون، رأينا في الأيام الأخيرة شدة هذا القصف، وأيضا باعتراف إسرائيلي بأن بعض المقاتلين الفلسطينيين يعودوا إلى تلك المناطق في الشمال، أو هم كانوا مختبئين في تلك المناطق يشاهدون جنود الاحتلال ويخرجون من خلف هذه القوات، إما من أجل إطلاق قذائف RPG على المدرعات الإسرائيلية، والتي إلى هذه اللحظة نحن لا نعلم ما حجم الأضرار. إسرائيل لا تتحدث عن حجم الأضرار، في كل مرة يتحدث فيها أو تطلق فيها كتائب القسام. الآن سلسلة غارات في هذه الدقيقة نسمعها أيضا على قطاع غزة. نعم، كنت أقول بأن إسرائيل تتكتم على حجم الأضرار بالنسبة للممتلكات والمدرعات المتواجدة في قطاع غزة، ولكننا نرى على الدوام هذه البيانات التي يصدرها كتائب القسام، بالإضافة إلى المقاطع الفيديو لإصابات في المدرعات الإسرائيلية، علما بأن معظم هذه المدرعات لديها منظومة من أجل الحماية من القذائف التي تستهدفها، خاصة القذائف المضادة للدروع، وأيضا الRPG تسمى هذه المنظومة معطف الريح، خاصة على المدرعات الجديدة. إذن ميدانيا هذه هي الحال هنا، ما زال القصف مستمرا كما قلت حتى على شمال قطاع غزة، بمعنى أن ليس هنالك منطقة يمكن القول بأن إسرائيل تسيطر عليها بشكل كامل 100%، يعني دون أن يكون هنالك قتال أو مقاومة. ربما الفصائل الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال، هي لا تصدها ولكنها تتصدى لها، بمعنى أنها تحاول إيقاع كافة أو أكبر عدد من الخسائر بين صفوف جنود الاحتلال، لأنها عمليا بسبب هذا الغطاء الجوي والغطاء المدفعي من الصعب منع تقدم القوات الإسرائيلية. ولكن كما قلنا أكثر من مرة بأن هذا التقدم هو أبطأ مما توقعته إسرائيل. كان هنالك مفاجأة من حدة هذه المواجهات. حدثينا عن تصريحات نتنياهو. نعم، في لجنة الخارجية في الحقيقة كل الإعلام الإسرائيلي وأيضا الفلسطيني يتحدث عن هذه التصريحات منذ صباح هذا اليوم. كان هنالك جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، كانوا أيضا يعني جزء من الأمور التي تم نقاشها في تلك الجلسة هي قضية اليوم
التالي ماذا سيحدث في قطاع غزة بعد هذه الحرب؟ حتى هذه اللحظة نتنياهو يتهرب من هذه الإجابة، وبالأمس كان قد سئل بشأن الأسلحة المتواجدة لدى أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، وإذا ما كان هنالك سيناريو يتم فيه توجيه هذه الأسلحة نحو إسرائيل بعد ما حصل في قطاع غزة. قال نتنياهو بأن إسرائيل يعني جاهزة لهذا السيناريو، هناك يعني سيناريو كهذا تتوقعه إسرائيل، وفي هذه الحالة ستكون المروحيات الإسرائيلية جاهزة للتصدي لمحاولات كهذه. يعني يمكن القول بأن جزء كبير من هذه التصريحات التي قالها نتنياهو بالأمس، أيضا تصريحه ضد اتفاقيات أوسلو، هذه التصريحات يتعاملون معها في المعارضة الإسرائيلية وفي بعض القطاعات الإسرائيلية بأنها استمرار لسياسة داخلية من أجل الحفاظ على منصبه. نتنياهو لديه ائتلاف حكومي متطرف ومتطرف جدا مثل الصهيونية الدينية والقوى اليهودية بزعامة سموتريتش وإيتمار بن غفير، وهو يريد الحفاظ على هذا الائتلاف الحكومي. هو لا يريد حكومة يبقى فيها بني غانتس وغادي آيزنكوت جزء من هذا الائتلاف الحاكم بعد الحرب، هو يريد الحفاظ على منصبه والحفاظ على ائتلافه الحكومي. ومن هذا المنطلق هو لا يستطيع التصريح أو القول بأنه يقبل بإعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، رغم كل الضغوطات الأمريكية. ورأينا أيضا تصريح أمريكي ورد أمريكي على هذه التصريحات، قال هذا الرد الأمريكي بأن عمليا إدارة بايدن ما زالت تتبنى بأن السلطة الفلسطينية يجب أن تسيطر على قطاع غزة بعد انتهاء هذه الحرب، ولكن نتنياهو بالأساس يعني هو يتحدث من منطلق السياسات الداخلية والحفاظ على منصبه. كان قد قال أيضا في جلسات مغلقة في السابق سربت هذه التصريحات للإعلام أمام أعضاء حزب الليكود، يقول أنا الوحيد الذي يستطيع منع إقامة دولة فلسطينية، هو إذن يلعب على هذه المشاعر اليمينية رغم عدم ثقة الجمهور به بعد عملية 7 أكتوبر. هو يحاول مرة أخرى أن يبقى في منصبه وأن يلعب لعبته كثعلب سياسي متمرس من أجل اللعب على المشاعر القومية للإسرائيليين والبقاء في منصبه أيضا بعد انتهاء هذه الحرب. أشكرك، شكرا جزيلا لك إيمان جبور مراسلة الغد، كنت معنا من غلاف غزة.